بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. هل يوجد للإسلام نظرة اقتصادية؟ كيف استطاع الإسلام أن يحل المشكلة الاقتصادية؟ كيف استطاع الإسلام أن يوزع الثروات؟ كيف استطاع الإسلام أن يجعل المجتمع المسلم مجتمع غني؟ كل ذلك إن شاء الله سوف نتعرف عليه هذه الليلة في مأتم المرخ، قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.